يكثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته القوية لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة 16 من مباريات دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة فنية وبدنية قبل مواجهة الهلال الحاسمة، حيث وضع برنامجا تدريبيا للفريق في الفترة الحالية، كما قام أخصائي التغذية بوضع برنامج تغذية خاص للاعبين في ظل ظروف صيام شهر رمضان المبارك. وكان كولر قد تسلم تقريرا فنيا من الجهاز المعاون وياسين الميكاري محلل الأداء عن فريق الهلال السوداني، وعكف خلال اليومين الماضيين على دراسة كل نقاط القوة والضعف في المنافس من أجل تجهيز الخطة والتكتيك الأنسب لمواجهته في اللقاء الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي بحضور 50,000 متفرج. وحرص كولر على تجهيز العناصر الموجودة حاليا مع الفريق انتظارا لاستعادة باقي اللاعبين الدوليين الموجودين في منتخب مصر الأول والأولمبي. وشهدت التدريبات الجماعية ظهور اللاعبين بمعنويات عالية وسط إصرار كبير من جانبهم على ضرورة الفوز وإسعاد الجماهير الأهلوية. وطالب المدير الفني للأهلي اللاعبين بالتركيز التام وعدم تشتيت أنفسهم بأي أمور أخرى بعيدا عن اللقاء الحاسم. ويحتاج الأهلي للانتصار على الهلال السوداني بهدف نظيف من أجل ضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال أو تحقيق الفوز بفارق هدفين على أقل تقدير في حالة استقبال أي أهداف خلال المباراة. ولذلك ظهر كولر مهتما بالشق الدفاعي خلال التدريبات الأخيرة، وبدأ يحدد نقاط قوة الهلال الهجومية من أجل فرض رقابة لصيقة عليها، بالإضافة إلى الاعتماد على التمريرات السريعة واستغلال الحالة الدفاعية للفريق السوداني. وسيواصل الأهلي استعداداته القوية حتى موعد المباراة وسط حالة شديدة من التركيز تسيطر على الجميع داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق الانتصار وبلوغ الدور القادم في البطولة القارية التي يحمل النادي الأحمر الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 10 ألقاب.